أكثر من 20 عبوة انفجرت خلال 60 يوما من العام الماضي مستهدفة مواطنين من مختلف مناطق ذي قار. هذا الرقم سجل فيه ارتفاع ملحوظا في جرائم القتل فيما انخفضت جرائم السرقة. هذه الأرقام والبيانات كشفت عنها شرطة ذي قار في مؤتمرها الأمني الذي شهد حضور الجهات القضائية والتنفيذية. ارتفاع في بعض حوادث جرائم القتل، وهذه لها أسبابها الخاصة، ولأن الظرف الأمني اللي مرت بمحافظة ذي قار، وأيضا أنه لكون محافظة ذي قار تتمتع بطابع عشائري والنزاعات العشائرية، وهذا أدى لها أسباب ارتفاع. أيضا هناك نتائج بالتحقيق أنه الكثير من المتهمين في قضايا القتل تم القبض عليهم. مكتب التحقيق القضائي في الناصرية كان المحسوم 7700، نسبة الحسم 99%. مكتب التحقيق القضائي في تشبايش كان المحسوم 282، نسبة الحسم 93%. مكتب التحقيق القضائي في الشطرة كان المحسوم 1994، بنسبة حسم 99%. عام 2020 الأكثر شراسة على شرطة ذي قار، حيث شهد تغييرا متكررا لقائد الشرطة، وسجل فيه أيضا جرائم اختطاف وقتل للناشطين، فيما كانت الأعوام السابقة الأكثر أمنا وهدوءا بحسب مراقبين. الإحصائيات تشير إلى أن الأعوام السابقة كان هناك أمان، انخفاض في معدل الجريمة في محافظة ذي قار، وحقيقة اليوم ذي قار تعيش حالة مغايرة للسابق. نعتقد بأن هناك الكثير من الملفات، الكثير من الأجندة التي أثيرت هنا في محافظة ذي قار، وأدت إلى التردي الكبير في الواقع الأمني في محافظة ذي قار. وتأمل شرطة ذي قار من القوى العشائرية والمجتمعية بالتعاون معها وحل النزاعات العشائرية والأسرية بعيدا عن استخدام السلاح. لقناة التغيير إيهاب الخفاجي، الناصرية.